أكلمك على عودتك مرة أخرى لبيتك وثقة جوزيه جوميز. أعتقد دي ليها مدلول وليها برضو مسؤولية كبيرة، أكيد أنت إن شاء الله بإذن الله دايما تكون قدها. والله هو في البداية أنا من ساعة ما طلعت عارة كان هدفي من البداية إن أنا أرجع النادي تاني بعد أول موسم، ولو ما كانش بعد أول موسم يبقى في التاني، بس الحمد لله بعد 8 ماتشات بس الناس طلبت رواية في يناير، بس نادي الجونة رفض، قال لك هتكلم معانا الموسم الآخر، وأنا ما قدرتش أتكلم معاهم في حاجة لأن الناس دي لها فضل عليا. في نهاية الموسم اتكلموا معايا وهترجع ومش هتمشي، جالي كذا عرض بس الإدارة قالت لي لا مش هتمشي، الراجل اتكلم إن هو عايزني فخلاص. في الحقيقة يا أحمد أنا دايما بحب نوعية اللعيبة الرجالة اللي هي حتى لو ما بتلعبش تطلع بره يفوق نفسه ويكسر الدنيا ويثبت نفسه والنادي هو اللي يطلبه تاني، وده اللي حصل معاك. وجوميز قال إن هو متمسك بيك جدا وشايف إن أنت مستقبل النادي في الجبهة اليمنى، فعايز أعرف دور جوميز معاك إيه؟ لا جوميز، مستر جوميز من الناس اللي هي بتعرف تتعامل مع اللعيبه نفسيا كويس، ودي اهم حاجه صحيح. بالنسبه للعيب الكوره. يعني هو راجل عنده ثقه في اللعيبه كلها، بيتكلم مع كل لعيب، لو مثلا مش هيبدا بيقول له انت لسه محتاج وقت، انا عايز منك كذا فهتبدا تلعب في وقت كذا، هو بيتكلم مع اللعيبه كلها كويس، فده اهم حاجه يعني.